لم يكد يوشك العام 2018 على الانتهاء إلا وكان شاهدا على انتصارات عظيمة حققها الجيش الوطني بتحريره مناطق واسعة من دمت والوصول لأطراف المدينة. سيطرة الجيش على جبل ناصة الاستراتيجية الذي كان تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين والتي عانت منها المقاومة فيما سبق كثيرا والتي تمكنت بفضل الله وقدرته في تحريرها في خلال ساعات، كما تم التحرير حوالي من 10 إلى 12 كيلو كان من مريس إلى جنوب مدينة دمت وتحرير جميع الجبال المطلة على مدينة دمت. ظلت جبهة مريس دمت منسية من الدعم الرسمي إلا ما ندر، ولكنها بهذه الانتصارات استطاعت لفت أنظار التحالف والحكومة الشرعية لتحظى بزيارة أول مسؤول حكومي هو قائد المنطقة العسكرية الرابعة، أعقبه دعم سخي من التحالف. بفضل الله تعالى شهدت محافظة ضالع في العام السابق والعام الحالي انتصارات يعني للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وكان هذا العام يعني عام شهد فرحة كبيرة نتيجة انتصار الجيش الوطني بمنطقة مريس وتحرير جبل ناصة وتحرير العديد من المواقع الهامة والاستراتيجية بالمحافظة. كان تحرير دمت كأهم مدينة حيوية في محافظة الضالع هو الهدف من العملية العسكرية الواسعة للجيش الوطني، والحدث الأبرز في العام 2018، ولكن هذا العام ربما أراد أن يؤثر ما بعده بحدث هام كهذا. أنا أمل من جميع الأخوة في المناطق الباقية والتي لم تحرر أن يكونوا سندا ودعما للجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى نتمكن من تطهير بلادنا من هذه العصابة الحوثية. ودعت الضالع كغيرها من المحافظات العام 2018 بحلوه ومره، وتأمل أن يكون العام القادم هو عام التنمية والاستقرار والقضاء على الفوضى بعد استكمال ما تبقى من المحافظة تحت سيطرة الميليشيات. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع.